بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في وصية الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام للامام الرضا عليه السلام وقد ذكرنا فيما مضى ان الوصيه من علائم الامامه الامام السابق اذا اوصى لاحد في اموره فمعنى ذلك انه الامام من بعده ولذا اوصى رسول الله صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام واوصى امير المؤمنين علي عليه السلام للامام الحسن عليه السلام واوصى الامام الحسن للامام الحسين وهكذا فهذا الحديث يدل على ان الامام الكاظم عليه السلام جعل الامام الرضا وصيا له وذلك علامه امامته مضافا الى سائر العلائم والنصوص وهذه وصيه مفصله في الامور الخاصه والعامه التي ترتبط بالامام موسى بن جعفر من اوقافه وامواله واولاده وبناته وزوجاته وما الى ذلك وصلنا الى هذا المقطع من الوصيه وهي وصيه مفصله ذكرنا شطرا منها في الحلقات الماضيه يقول الامام الكاظم في هذه الوصيه وليس لي عنده تبعه ولا تباعه ولا لاحد من ولدي له قبلي مال فهو مصدق فيما ذكر فان اقل فهو اعلم وان اكثر فهو الصادق كذلك وانما اردت بادخال الذين ادخلتهم معه من ولدي التنويه باسمائهم والتشريف لهم وامهات اولادي من اقامت منهن في منزلها وحجابها فلها ما كان يجري عليها في حياتي إن رأى ذلك، ومن خرجت منهن إلى زوج فليس لها أن ترجع إلى محواي أو محواي إلا أن يرى علي غير ذلك، وبناتي بمثل ذلك، ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن من أمهاتهن ولا سلطان ولا عم إلا برأيه ومشورته. فان فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله وجاهدوه في ملكه وهو اعرف بمناكح قومه الى اخر هذه الوصيه في هذه المقاطع من هذه الوصيه الامام عليه الصلاه والسلام يذكر اولا انه لا احد من الناس يطلبني مالا حتى ياتي الى الوصي وهو الامام الرضا عليه السلام ليطالبه بذلك المال احيانا الانسان يستدين الانسان الذي يستدين مالا يلزم عليه ان يدون ويكتب ذلك في وصيته او يشهد على ذلك لان الانسان لا يعلم متى ياتيه الموت والموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل انت لا تدري انا لا ادري متى ياتيني الموت وياتيك الموت الشاب يموت الصغير يموت، الكبير يموت، الرجل يموت، المرأة تموت. الحوادث تأتي والإنسان لا يعلم. أحياناً الإنسان سليم، صحيح، لا علة فيه، بحادث يموت. لذلك يجب على الإنسان أن يكون مهيئاً دائماً للموت. بحيث إذا مات.. لا يكون عند الله سبحانه وتعالى مأخوذا بذنوبه او بحقوق الناس، فإذا عليك او علي حق من حقوق الناس، يجب ان يكون ذلك الحق مسجلا او مشهودا عليه حتى اذا مات الانسان لا يضيع حق الناس، زين استدنا من أحد إن يعني إذا الإنسان مات ذاك يجي يدعي أنه دائن الورثة لا يعطونه حقه من قال يصدق قد يكذب والبينة على المدعي أحيانا ما عنده بينة ذلك المدعي أو البينة الشهود الذين كانوا حين الاستدانة مو موجودين ميت مسافر أو شهادته غير مقبولة أحيانا لفقدانه شرطا من شروط الشهادة فلذا على الإنسان أن يسجل ذلك حتى لا يضيع حتى لا تضيع حقوق الناس الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية يقول آني مو مديون لأحد لا أحد يطلبني مالا مو أنه واحد باشر يجي يدعي أنه يطلبوني مالاً حتى أنت الوارث تطلبه بشهود وما عنده شهود أو يجيب شهود زور مثلاً ويأكل من حقوق الورثة لاني مو مديون لأحد سواء من حقوق الله أو من حقوق الناس الإنسان لازم يسجل ذلك أكو أحياناً بعض الناس في ذمتهم قضاء صلوات صيام مثلاً في شهر رمضان كان مسافر كان مسافرا او كان مريضا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا كتبه انه انا مديون كذا يوم صوم مثلا. احيانا الانسان مديون صلوات في اوائل بلوغه ما مصلي متماهل في تلك الصلوات او كانت صلواته باطلة لان ما كان يراعي شروط الصحة. لازم يقضي هذه الصلوات. هسه إذا يريد يقضيها بالتدريج مثلا، لكن لعل الموت يأتيه يوم القيامة يُسأل عن تلك الصلوات، يوصي أنه أنا كذا صلاة في ذمتي حتى مثلا تسدد تلك الصلوات باستئجار أحد ليصليها عنه من إرثه مثلا. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وليس لي عنده تبعة ولا تباع، تباعة. يعني أموال أطالبه بها ما، لا يوجد في ذمة الإمام الرضا شيء من هذه الأموال حتى باكر الورثة يجون يقولون أنه الإمام الكاظم عنده أموال عند الإمام الرضا فلازم يسددها. ولا لأحد من ولدي له قبلي مال. واحد من الأولاد هم ما يطلب شيء. يعني الإمام ما مخلي أمانة عند الإمام الرضا حتى يسلم له مثلا سائر الأولاد حتى باشر واحد لا من الورثة ويسوي نزاع ومشكلة ذكرنا في الحلقة الماضية أن أولاد الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام لكل واحد منقبة وفضل, وفضل مشهور كما قال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد لكن بالنتيجة لم يكونوا معصومين. إذا هو مو معصوم معرض فالإنسان يغلق أبواب الشيطان على أولاده حتى لو كانوا أتقياء ورعين، يعني أنت مثلا عندك أولاد صالحين لكن مو معصومين، الشيطان يوسوس أن الشيطان ينزغ بينهم أحيانا واحد صالح لكن تزل قدمه في قضية من القضايا فعلى الإنسان أن يغلق أبواب الشيطان على نفسه وعلى غيره أيضا في الحديث الشريف من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر من تزوج فقد أحرز نصف دينه ليش؟ لأن الشيطان من هذا المنفذ يدخل القوة الشهوية في الانسان قوية جدا يعني الإنسان يضبط نفسه عن الحرام لكن أحيانا الشيطان يدخل من هذا المنفذ إذا تزوج لقد اغلق منفذ الشيطان على نفسه لانه يلبي حاجته عن طريق الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى إذا أباحه عن طريق الحلال إذا لبى حاجته عن طريق الحلال بعد ما يروح للحرام عادة فإذا الإنسان أغلق باب الشيطان على نفسه الشيطان بعد ما يقدر يوسوس حتى إذا وسوس ما يأثر وكذلك يغلق أبواب الشيطان على أولاده على من يتعلق به لذا الإمام هنا يقول وليس له عندي تبعة ولا تباعة التبعة والتباعة بمعنى واحد ذكرت تأكيداً يعني لا أطلبه بمال لكي يتبع بذلك المال من بعدي ولا لأحد من ولدي له قبل مال فهو مصدق فيما ذكر ليس الخلاف بين الورثة من بعده وما أكثر ما رأينا ورثة صالحون يختلفون في الميراث ويمكن كل واحد أم يتصور أن الحق معه يعني مو بالضرورة أن كل خلاف ناشئ عن عدم التقوى لا بعض الأحيان الخلافات تنشأ من الخطأ فأنت الوالد وضح بكيفية أنه لا يبقى مجال للخطأ ولا يبقى مجال للنزاع حتى إذا واحد مو متورع ويريد يأكل المال بالباطل يشوف ما إلى مجال لأنه إذا يدعي ادعاء باطلا الوثائق موجودة ما يقدر يسوي شيء فهذا يغلق الباب عليه بعد ذلك الإمام الكاظم يؤكد على أن الأمور كلها بيد الإمام الرضا وسائر الأولاد أشركهم في الوصية وإنما تشريف لهم فإن أقل فهو أعلم، يعني إذا دفع القليل فهو أعلم بذلك، وإن أكثر فهو الصادق كذلك، دفع قليل هو أعلم بالحق، دفع كذي كثير هو صادق فيما يقول، وإنما أردت بإدخال الذين أدخلتهم معه من ولدي، أدخلتهم معه في الوصية، لماذا أدخلتهم؟ تنويه بأسمائهم، نوه به، يعني رفع ذكره، التنويه يعني رفع الذكر، يذكر عندما تذكر الوصية يقال إن الإمام الكاظم أو لجميع جميع أولاده هذا تشريف لهم، وإنما أردت بإدخال الذين أدخلتهم معه من ولدي التنويه بأسمائهم والتشريف لهم، زين. هذا بالنسبة للأولاد، أما بالنسبة إلى الزوجات وأمهات أولادي، بالنسبة إلى الزوجات وأمهات الأولاد، الزوجات على قسمين، مرة الزوجة يموت زوجها فتبقى في بيت الزوج ولا تتزوج من بعده، وتارة بعد انقضاء العده ترغب في ان تتزوج وبين قوسين نذكر انه هذا من حقها اكو في بعض المجتمعات يمنعون زوجه الميت من بعد انقضاء العده ان تتزوج ارهاب اجتماعي اسري وخاصه اذا كانت هذه المراه شابه لا يحق لاحد أن يمنعها إذا أرادت الزواج بالمعروف. الله سبحانه وتعالى في القرآن يؤكد أن المرأة بعد انقضاء العدة هي تملك أمر نفسها، وتتمكن من أن تتزوج، ولا يحق لأحد أن يمنعها من ذلك. العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، انقضت العدة تريد تتزوج تتزوج. ولا يحق لأحد منعها، هذه من حقوقها التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لها. إذا هي تريد تتزوج تتزوج، إذا ما تريد تتزوج عادة تبقى في بيت زوجها المتوفى أو مثلا ولدها الكبير أو أحد أولادها. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول: أمهات أولادي إذا وحدة بقت في البيت ما تريد تتزوج إما لكبر سنها وهي عازفة عن الزواج هذا الأمر لها من أقامت منهن في منزلها وحجابها هذا الحجاب عطف تفسيري على المنزل لأن المنزل يحجب من في المنزل عن من هو خارج المنزل فلها ما كان يجري عليها في حياتي الإمام كان ينفق عليها لأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجاته وأمهات أولاده نفقة الزوجة واجبة إذا مات الزوج خلص بعد لا يجب دفع نفقة الزوجة من أموال الزوج وإنما يقسم الإرث ثمن الإرث يكون للزوجه اذا كان للزوج اولاد ان لم يكن للزوج اولاد فربع التركه تكون للزوجه اذا هي واحده تعطى الثمن او الربع واذا هن متعددات هذا الربع او الثمن يقسم بينهن بعد ما تستحق نفقه خلص بمجرد موت الزوج لكن الامام في الوصيه يقول إذا وحدة ما رغبت في الزواج تريد تبقى في البيت يجري عليها الإنفاق والميت يتمكن من الوصية إلى حد ثلث أمواله من أقامت منهن في منزلها وحجابها فلها ما كان يجري عليها في حياتي إن رأى ذلك أيضاً ربط الأمر بالإمام الرضا عليه السلام ومن خرجت منهن إلى زوج تزوجت فليس لها أن ترجع إلى محواي أو محواي المحوى جماعة البيوت المتدانية يعني أحيانا مثلا واحد عنده عدة زوجات تشوف في مكان واحد في أرض واحد يبني عدة بيوت بس هي بيوت متدانية متقاربة <applause> هذه تسمى حواء وجمعها محوى أو إذا قرناها محواي اسم مكان إذا تزوجت خلص تخرج إلى زوجها ونفقتها يجب على زوجها فليس لها أن ترجع إلى محواي أو محواي إلا أن يرى علي غير ذلك إلا أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يرى أن يستمر في دفع النفقة لها أو إذا طلقت أو مات زوجها أو رجعت إلى البيت يستمر في الإنفاق عليها إذا رأى علي ذلك يعني أيضا ربط هذا الأمر بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ولعل هذا الرابط لأجل أنه أحيانا الأب زوجات أولاده يحترمون وكلمته مسموعة لكن بعد موته لعل الابن الاكبر كلمته مو مسموعه الزواجات لا يسمعن كلامه خاصه اذا كان مثلا ابن الضره الاخوه لا يسمعون كلامه لكن اذا ارتبطت به الوصيه ارتبط به ارتبطت به نفقاتهم واموالهم هذا يكون محفز لهم ولهن بالاستماع اليه لأن الأموال بيده، وهو مو مجبور لأن الوصية بك بطريقة أنه إن شاء أعطاهم وأعطاهن، وإن لم يشاء ما أعطاهم ولم يعطهن، فالوصية بهذه الكيفية زين ذولا يضطرون بأن لا يخالفوه، الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ما كان يريد حدوث الخلاف بين أولاده، ذكرنا أنهم كانوا أخيار أتقياء. فضلاء لهم مناقب لكن غير الإمام الرضا البقيه لم يكونوا معصومين فلذلك الإمام الكاظم يوصي بكيفيه حتى لا يكون هناك مدخل للشيطان إخوة يوسف عليه السلام أبناء يعقوب يعني أبناء نبي أحفاد نبي أبناء أحفاد نبي يعقوب ابن إسحاق يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل عم يعقوب نبي يعني أسرة نبوية وهؤلاء ماتوا صلحاء لأنهم, لأنهم تابوا عن فعلتهم قال سوف أستغفر لكم ربي ويوسف عفا عنهم قال لا تثريب عليكم اليوم ماتوا صلحاء مؤمنين لكن بالنتيجه الشيطان نزغ بينهم فصنعوا بيوسف ما صنعوا يمكن ذلك لانه مو معصومين الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام اولاد صلحاء لكن الامام اغلق ابواب الشيطان حتى لا ينفذ فيهم زين هذا بالنسبه للزواجات بالبنات شلون وبناتي بمثل ذلك يعني اذا بقيت في البيت النفقه تستمر لها اذا خرجت الى زوج النفقه تكون على الزوج الا ان الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يشاء بان يستمر في الانفاق عليهن البنات واحد يريد يزوجهن أمها تريد تزوجها أخوها من أبيها وأمها يريد يزوجها الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول لا حق لأحد بأن يزوج أخواته أو لا يحق للأمهات تزويج بناتهن إلا برأي الإمام الرضا لأنه أعرف بمناكح قومه يريد يزوجهم من الأكفاء زين الام قد لا تعرف الاكفاء الاخ لها الشقيق من ابيها وامها لا يعرف الاكفاء خاصه اذا كان صغير السن فالامر يكون بيد الامام الرضا عليه الصلاه والسلام ولا يزوج بناتي احد من اخوتهن من امهاتهن ولا سلطان حاكم ولا عم الا برايه ومشورته برأي الامام الرضا يشاور الامام الرضا اذا الامام الرضا وافق فتتزوج اذا ما وافق ما تتزوج بالذي خطبها فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله وجاهدوه في ملكه لانه اي حكم من احكام الله سبحانه وتعالى اذا الانسان خالفه فهذا حرب مع الله بالنسبة للربا، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله الذي يرابي هذا قد شهر السيف لمحاربة الله ولمحاربة رسوله، وهذا مو خاص في الربا، وإنما كل المعاصي الكبيرة هي حرب مع الله سبحانه وتعالى، الله اللي خلقنا رزقنا أعطانا النعم بحيث وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها شرع أحكام، وواحد يجي يخالف هذه الأحكام هذا حرب مع الله سبحانه وتعالى، لذا الإمام يقول: هذه وصية، والذي يخالف الوصية خالف حكم الله الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول: "فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه". إذا واحد بدل في الوصية، خالف الوصية، هذا آثم. وإثم، الإثم يعني شنو؟ يعني معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية الله حرب معه. وهو اعرف بمناكح قومه فان اراد ان يزوج زوج وان اراد ان يترك ترك وقد اوصيتهن بمثل ما ذكرت في كتابي هذا يعني الامام الكاظم كتب هذا في الوصيه فيما يتعلق بزوجاته وبناته وايضا شفاها قال لهن حتى يستعدون يعني احيانا الانسان يفتح الوصيه يفاجا بما فيها. أحيانا لا يدري. ذُكر له شفاها وكتب. إذا ذُكر له شفاها وكتب هذا حين الوصية، عندما يقرؤون الوصية ما يكون وقع عليه كوقع الصاعقة، ما يفاجا. لا، يكون نفسيا مهيأ بذلك. لذلك على الإنسان حينما أراد أن يوصي. عليه ان يلاحظ المصلحة ولكن يوصي بطريقة وبكيفية ليكون يكون بحيث ان الورثة والموصى اليه والموصى له يتفاجأ بمضمون هذه الوصية وبعدين اذا تفاجأ يمكن ما يستعد لتنفيذها وتصير مشاكل ويصير كدوره في القلوب مثلا وسخيمه في القلوب لا تكون مهيأ له اذكر له بالشفاها واكتبه في الوصية أيضا وقد أوصيتهن بمثل ما ذكرت في كتابي هذا وجعلت الله عليهن شهيدا يعني أشهدت الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهن وهو وأم أحمد شاهدان يعني ايضا الامام اضافه الى كتابه هذه في الوصيه فيما يتعلق ببناته وزوجاته ومضافا الى انه ذكر لهن ذلك شفاها جعل شهود وهو الامام الرضا وام احمد، ام احمد هي ام ولد ام احمد المدفون في شيراز شاه شراغ وهذه كانت من أعز زواجات الإمام الكاظم إليه وهو وأم أحمد شاهدان <applause> زي. إلى هنا ينتهي مضمون الوصية لكن أمر يتعلق بما في الوصية يبدو أن هذه الوصية كانت ورقة ملفوفه صدر هذه الورقة مكشوف يعني مفتوح، كل واحد يقدر يقرأ صدر هذه الورقة. أما بقية ما في هذه الورقة لفت وختم عليها، بحيث أنه لا يتمكن أحد من أن يقرأ بقية الوصية إلا بكسر الختم. ياخذ ورقة أسفل الورقة ملفوف إلى قريب أعلى الورقة. وهناك وضع ختم. اما الصادر الورقه مكشوف واحد يقدر يقراه انما وضع هذا الختم حتى بمحضر جميع الورثه مثلا او القاضي او اي واحد اخر يكسر الختم ويفتح ما تبقى من الورقه في اسفلها ويقرا ما فيه حتى واحد لا يقدر مثلا يجي يزور يضيف ينقص الختم شلون كان؟ عادة كان طين خاص. هذا الطين الخاص يوضع على الشيء، مثلا الشيء يشد بخيط او بحبل او بما الى ذلك، ثم يوضع هذا الطين، ولا يمكن فتح ذلك الشيء الا بكسر هذا الطين بعد ان يجف، ثم يختم هذا الطين بختم. اللي واحد إذا يريد يزور ذلك الختم لا يتمكن مثل الآن شلون الشمع الأحمر مثلا يغلق به مثلا بعض الأماكن والمحلات والأشياء هكذا كان الختم فيما مضى طين خاص يختم ولا يمكن فتح الشيء إلا بكسر ذلك الطين ولا يمكن إرجاعه إلا ب أن تلقى الختم، والختم وين تلقيه؟ حتى مثلا مرة ثانية تختم على طين جديد. إذا الإمام يقول: وليس لأحدٍ أن يكشف وصيتي ولا ينشرها وهو منها على غير ما ذكرت وسميت، يعني بقصد أن يخالف الوصية. قصد أن يخالف الوصية يكشف عنها ينشر غير ما مكتوب فيها. فمن أساء فعليه ومن أحسن فلنفسه وما ربك بظلام للعبيد وصلى الله على محمد وآله وليس لأحد من سلطان ولا غيره أن يفض كتابي هذا الذي ختمت عليه الأسفل فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة المقربين، وجماعة المرسلين والمؤمنين من ال مسلمين، إنه هذا مخالفة، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا تأكيد حتى واحد لا تسول له نفسه لكي يخالف ما أوصى به الإمام عليه الصلاة والسلام، بذلك تنتهي هذه الوصية، وبعد ذلك الراوي اللي هو أبو الحكم الأرمني يروي ما جرى من بعد وفاة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، ومصير هذه الوصية، وما فعل بها الإمام الرضا، وسائر الورثة، الغرض والشاهد من ذلك أن هذه الوصية تضمنت أمور كثيرة شرحناها تتعلق بأمور اجتماعية، بأمور أسرية، بأمور مادية وما إلى ذلك لكن العمدة في ذلك أن الإمام الكاظم أوصى للإمام الرضا والوصية علامة الإمامة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين